أهلا بكم. أعلن المجلس العالمي للذهب أن 5 دول عربية بينها العراق تملك ما يقرب من 1000 طن كاحتياطي للذهب. وقال المجلس إن السعودية ولبنان والجزائر وليبيا والعراق لديها أكبر احتياطيات الذهب، حيث بلغت مجتمعة 996 طنة و40 كيلوغرام، حيث تمتلك الرياض 323 طنا و10 كيلوغرامات، في حين بلغ احتياطي الذهب لبيروت 286 طنة و80 كيلوغرام، والجزائر 173 طنة و60 كيلوغرام، وطرابلس الغرب 116 طنة و60 كيلوغرام، بينما حلت بغداد أخيرا باحتياطي قدره 96 طنا و30 كيلوغرام. وأشار المجلس إلى أن العراق ما زال يحافظ على مركزه 38 عالميا بأكبر احتياطي للذهب من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطات العالمية للذهب. قال عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري إن شركة إيرثلينك تحتكر خدمة الإنترنت في العراق، مؤكدة ضرورة إنهاء هذا الاحتكار. وأضاف النائب برهان المعموري أن خدمة الإنترنت في العراق سيئة جدا نتيجة احتكار الشركات الكبيرة لهذه الخدمة، ومن ضمنها شركة إيرثلينك، لافتا الانتباه إلى أن وزارة الاتصالات لم تفي بوعودها بتطويرها وإنهاء احتكار تلك الشركات. قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إن عمان ستتفاوض مع العراق قريبا لزيادة كميات النفط الخام العراقي المورد إلى الأردن. وأضافت هالة زواتي أن شحنات النفط بدأت بالتدفق من العراق عبر صهاريج تحط في مصفاة البترول الأردنية، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين في شباط من العام الماضي، موضحة أن الكميات المستوردة تشكل 7% فقط من استهلاك الأردن من النفط الخام، على أن يتم لاحقا التفاوض لزيادة الكمية. أكدت مصادر في الهيئة العامة للبترول المصرية التعاقد مع الشركة سومو لتصدير النفط العراقي لعام آخر بدءا من كانون الثاني المقبل لاستيراد 1 مليون برميل من النفط الخام شهريا إلى معامل التكرير المصرية. ونقلت مصادر صحفية عن مصدر في الهيئة قوله إن العقد مع شركة سومو سينتهي في كانون أول المقبل، موضحا أنه سيتم شراء 1 مليون برميل طبقا للأسعار العالمية للنفط الخام، والذي يتراوح سعره حاليا ما بين 60 إلى 65 دولارا للبرميل. أعلن وزير الزراعة صالح الحسني منع استيراد التمور حفاظا على المنتج المحلي ودعما للاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير أن هناك وفرة في إنتاج التمور العراقية في الأسواق المحلية تكفي لسد الحاجة، ما دفع الوزارة إلى إيقاف استيراد التمور الأجنبية من المنافذ الحدودية، فضلا عن جودة التمور العراقية العالية من الناحية الغذائية والصحية وأسعارها المناسبة مقارنة بنظيرها المستوردة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل لختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.